السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لمكون الإملاء وحصة التطبيقات الكتابية. هاتين الحصتين تندرجان ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الأولى، مجال الحضارة المغربية، المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. التاء المربوطة. الحصة الثانية: أكتب على لوحتي أسماء مدن مغربية منتهية بتاء وأطلب من زميلي أو زميلتي قراءتها. إذا أسماء مدن مغربية منتهية بتاء، لدينا طنجة سمارة ورززات. لاحظوا معي طنجة سمارة ورززات. طنجة والسمارة تنتهيان بتاء مربوطة، وورززات تنتهي بتاء مبسوطة. طنجة سمارة ورززات خريبقة أكتب اسمي يومين من أيام الأسبوع ينتهيان بتاء وأشرح طريقة كتابتها فيهما. إذا اسمي يومين من أيام الأسبوع ينتهيان بتاء. إذا لدي مثلا الجمعة يصح الوقوف عليها هاء، يصح الوقوف عليها هاء. السبت انتهى بتاء مبسوطة، تاء مبسوطة وهو اسم ثلاثي ساكن الوسط. أغني تعلماتي، أشطب الخطأ وأبين سبب أبين سببه ثم أكتب الصواب. إذن سنة تكتب بتاء مربوطة، سنة كرة كتابة صحيحة، كرات كتابة صحيحة، بنت كتابة خاطئة تكتب بتاء مبسوطة لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط، سمكة صحيحة، وساحة صحيحة. إذن سنة سبقتها فتحة ويصح الوقوف عليها، بنت لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط، اسم ثلاثي ساكن الوسط. التمرين رقم 2: أكتب جملة بها كلمة تتضمن تاء مبسوطة وكلمة بها تاء مربوطة. إذا سألت المرشدة السياحية المتعلمين والمتعلمات. إذا تاء مبسوطة وتاء مربوطة، لاحظوا معي المرشدة تاء والسياحية تاء مربوطة. سألت المرشدة السياحية المتعلمين والمتعلمات. إذا نكمل. التطبيقات الكتابية: أقرأ النص وأشكل أفعاله فقط. إذا اتجه الكبار والصغار إلى، عفوا فقط الأفعال، اتجه الكبار والصغار إلى المسجد، وأنصتوا لخطبة الإمام، ثم وصلوا صلوا وغادروا المسجد في اتجاه بيوتهم، تحلقوا حول المائدة وتناولوا وجبة الكسكس المغربي اللذيذ الذي زاده الأكل الجماعي لذة. ما اليوم الذي اعتاد المغاربة القيام فيه بما ذكره النص؟ يوم، ما هو اليوم؟ إذن يتجه الكبار والصغار إلى الجمعة وينصتون لخطبة الإمام، ثم يصلون ويغادرون المسجد في اتجاه بيوتهم، يتحلقون حول المائدة ويتناولون وجبة الكسكس المغربي الذي إنه يوم الجمعة، يوم الجمعة.
إذا أحول شفهيا الفقرة، حول فقرة شفهيا المضارع، إذا يتجه، إذا الفعل في المضارع يتجه الكبار والصغار إلى المسجد وينصتون، ينصتون لخطبة الإمام ثم يصلون، يصلون ويغادرون المسجد في اتجاه بيوتهم، يتحلقون حول المائدة ويتناولون، يتناولون الكسكس المغربي اللذيذ الذي يزيده الأكل الجماعي لذة. إذن يتجه الكبار والصغار إلى المسجد وينصتون لخطبة الإمام ثم يصلون ويغادرون المسجد في اتجاه بيوتهم، يتحلقون حول المائدة ويتناولون وجبة الكسكس المغربي الذي زاده الأكل الجماعي لذة. إذن رابعا أضع علامة تحت الجملة التي لا تتضمن مفعولا به، علامة تحت الجملة التي لا تتضمن مفعولا به. إذن غادر الناس المسجد فعل، فاعل مفعول به، إذن هذه جملة تتضمن مفعول به. اتجه الكبار والصغار إلى المسجد، إذن اتجه الكبار والصغار إلى المسجد، إذن هذه الجملة لا تتضمن مفعولا به لأن الفعل فعل لازم. أنصت الأطفال للخطبة، أيضا أنصت الأطفال للخطبة لا تتضمن مفعولا به. أبين سبب كتابة تاء مبسوطة أو مربوطة في الكلمات التالية، إذن أنصت، أنصت خطبة، خطبة خطبت، وجبة لذة. إذن أنصت، أنصت وأنصت وخطبت كتبت التاء مبسوطة لأنها فعل، لأنها اتصلت بفعل. بينما خطبة وجبة لذة، خطبة وجبة لذة يصح الوقوف عليها هاء، يصح الوقوف عليها هاء. إذن أملأ الجدول، الحدث الذهاب، إذن فعل ذهب، إذن هو ذهب في المضارع، هو يذهب، أنت تذهب، الأكل هو أكل، هو يأكل، أنت أنت في الأمر، هنا في الأمر، أعتذر، في الأمر أنت اذهب، أنت كل، الرسم هو رسم في الماضي، في المضارع هو يرسم، أنت أرسم، الدخول هو في الماضي دخل، هو يدخل، أنت أدخل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.